السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير ومغاليق للشر. اخواني اليوم درسنا شاحن شور 10 امبير، طبعا الفضي هذا يسموه فضي، هاي علبة الومنيوم وصاير مثل فضي يعني. اخواني اليوم الدرس على اعطال الدخل، أعطال دخل الشاحن الشور 10 أمبير الفضي. الأعطال بالتسلسل: الفيوز، طبعا هذا الفيوز بينضرب، وإذا انضرب الفيوز الأغلب بينضرب الديود، ومرات ديودين بينضرب ومرات كل الديودات ينضرب. هاي اثنين فيوز ديود، او هذا اسمه اصلا كله قنطرة يعني، بس حاطين 4 ديودات يعني. اذا هلا حطيت قنطرة بيمشي حال. المكثف، المكثف نادرا بينضرب، بس بيضعف مع مرور الزمن بيضعف، بتقدر تبدله. اما انه بينضرب مع هالعطل هذا ما بينضرب. بيجي الموسفت بينضرب هون، هذا اليو سي 3843 بينضرب. طبعا هلا نحن شلون مثلا غيرنا الفيوز، فحصنا الديودات، ديودات مضروبين غيرناه، هون اجت 310 فولت هون على الطرفين مكثف، بعدين ما عم يخرج. فحصنا الموسفت مضروب، حطينا موسفت جديد فرضا، او اذا مو مضروب نتركه مثل ما هو بس ما عم يخرج. نجي بنحط 3843 كمان، نحط واحد جديد مثلا كمان، ما اشتغل معنا. طبعا انا هذا عن تجارب، شوفوا كم شاحن عندي. انا ما بعطيكم هيك عشوائي الفيديو يعني، اذا مو مثلا باتقان 100% وعن تجربة يعني. هذول 4 شواحن نفس العطر، لذلك بتغيروا القطعة وانتوا مرتاحين، وان شاء الله تدعوا لي اخواني. هالاربعة يعني مو انه مثلا واحد شاحن واحد صار هيك، لا، هالاربعة نفس العطل. شو العطل؟ طبعا الديود غيرناه كذا، الموسفت غيرناه، اليو سي 3843 غيرناه، ما مشي حال. في عطل هون عندك المقاومة الاس ام دي، طبعا هاي المقاومة مكتوب عليها، لاحظوا هاي هي، نشوف شي واحد هيك حجم كبير. هاي المقاومة على الطرف، طبعا هاي المقاومة هاي اشركم اياها. هاي المقاومة هاي هاي مكتوب عليها كاس ام دي، هو يعني طبعا الرقم مكتوب عليه 1501، يعني 1500 1501. هذا شو معناته؟ طبعا الارقام بنحطه مثل ما هو، الرقم الاول والثاني والثالث، الرقم الثالث اخر شيء كمان بتحطه صفر، طبعا اخر رقم 1 ما عاد تحط صفر، اذا 2 تحط صفرين، اذا 3 تحط 3 اصفار، وهكذا. لذلك بهيك حالة صار 1500، 1500 تقسيم 1000 قسمها على مثلا كيلو 1000 بيطلع 1.5 كيلو. هاي المقاومة هدول الاربعة مضروبين، يعني هاي 1 2، هاي المقاومة الثانية انا عن تجربة طبعا مو هيك عشوائي، هاي المقاومة
كانت مضروبة. شو هالمقاومة؟ شو مكتوب عليها؟ مكتوب عليها برتقالي أبيض أسود. برتقالي أبيض أسود يعني 39 أوم. هدول فقط اللي مضروبين، وبيطلع معك الإشارة مباشرة، بيطلع معك الخرج. هاد احفظوها، يعني 99.9 هدول اللي عم ينضربوا، لأنه شوفوا الأربعة نفس الشيء. يعني تصوروا لأي درجة، نفس العطل ونفس الهاي. إن شاء الله استفدتوا. طبعا درس الجاي إن شاء الله، دروس الجاي بدي أعطي أعطال الخرج. هلا هذا عطل الدخل، وما بدنا شيء منكم، بس التعليقات تبعكم مهمة كتير عندي. يعني على الأقل تعليق إنه والله مشي حال، أو مثلا تعليق إنه والله زبطت معي، أو مثلا يعني تشجيع لنا، يعني مشان نتابع الفيديوهات أكثر. يعني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.